السلام عليكم، رب دايما تكونوا بألف خير. يمكن من الحاجات اللي انا متميزه بيها قوي الحلويات والمعجنات، وانا بقى كتير قوي مقصره في القناه ما بعملش الحاجات دي. فانا النهارده قررت اعمل لكم بقسماط، وهبتدي ان شاء الله يعني بقدم المشيئه، عشان ممكن ممكن يعني تحصل حاجه ما كملش، ما اقدرش كده. اعمل لكم بقسماط واعمل لكم حبه معجنات الايام اللي جايه دي. نبدا بالبقسماط عشان انا شخصيا نفسي فيه. بسم الله، هخمر هحط الخميره تنشط على ما اجهز مقادير، تكون حتى الميه جت عندي. كوبايه فاضيه، حط معلقه سكر اتنين، ممكن تحط واحده بس اتنين عشان تخلي طعمه حلو كده. انا هحط خميره بيره، بتبقى حلوه قوي، بتخلي ريحه المعجنات حلوه، بتخلي ريحه البيت حتى في نفس كده حلو. حط معلقه كبيره ونص كمان. اضيف بقى بصوا كبدايه شويه الميه دول، مش هكتر عن دول، لان طبعا نوعيات الدقيق بتختلف، ممكن نحتاج ميه وممكن تبقى الميه كتير. اقلبهم بقى كويس لغايه ما ندوب الخميره، واغطيها واركنها على جنب ربع ساعه نص ساعه على حسب ما اجهز مقاديري. وبعد كده نقول بقى المقادير مع بعض كده. حطينا معلقتين سكر ومعلقه ونص خميره بيره، لو فورية هتحط معلقة كبيرة بس اهي، وكوباية ميه، دي يعتبر يعني مش كوباية كبيرة، كوباية صغيرة، انت ممكن تحط نص كوباية او كوباية الا ربع تبدأي بيها، لان طبعا نوعية الدقيق بتختلف، كل دقيق بيختلف عن التاني. بس كده اغطيها بقى بفوطة ولا حاجة واركنها على جنب تنشط لحد ما اجهز مقاديرها. بصوا بقى انا كده سبت الخميره والمقادير قدامكم زي ما انتم شايفين، ده نص كيلو دقيق انا جايباه سايب كده من عند العطار عشان تبقوا عارفين، دي مقادير نص كيلو دقيق. تمام، هتاخد ايه نص كيلو دقيق؟ هتاخد زي ما انتم شايفين كده نص كوبايه زيت وعليها معلقه سمنه او زبده، ده اختياري الزبده اختياري او السمنه، بس عشان تدي طعم حلو. انا فاضيها نص كيلو دقيق هنا كله اهو، نص بحلو، وهنحط عليه رشة ملح وذرة بيكنج بودر صغننة بس كده، ده كتير هنشيله كفاية كده. وعندي طبعا سمسم، حبة سمسم وحبة البركة عشان نرش. ناخد ده ونركن بقى دي كده ايه على جنب، ايه هنحتاجها بس بعدين. وعندي الخميرة والمية هنا، نقلبهم كويس. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، ونقلبهم كويس. عايزه اغطي كل الدقيق بالسمنه او الزيت، يبقى زي حبات الرمله كده. طبعا هشيل المعلقه واقعد افرك بيه كويس قوي دلوقتي، ممكن تحطيه في العجانه. بصوا انا هحطه في العجانه دقيقه واحده بحيث يمتزجوا كلهم في قلب بعض، اللي اخلي مرحله العجانه دي بعدين. اهو شايفين بصوا كده، يبقى شبه الكسكسي كده، شايفين كده حبات الرملة دي اهي. بصوا كده اهي، دي خطوة مهمة جدا عشان يطلع معانا مظبوط. شايفين لازم تمسكيه يعمل معاكي كده، الخطوة دي مهمة جدا. ريحة السمنة، عشان حاطة سمنة بلدي، ريحتها مع الدقيق عاملة ريحة حلوة. شايفين كده بصوا حلو قوي كده. هنضيف بقى الميه واحطها في العجان 10 دقايق بالظبط. بسم الله، بصوا الفقاعات عشان خميره بيره حلو قوي. بصوا الفوران بتاع الخميره حلو قوي. حطها بقى في العجانه دقيقتين بس تتعجن كويس، او ما عندكش عجانه عجنيها على ايدك،
لو احتاجنا ميه تاني هزود، ما احتاجناش خلاص. بسم الله. بصوا بقى العجينه، شايفين جمالها وقوامها؟ حلو قوي. بصوا ناعمه وقويه وكلها حنيه. هغطيها واسيبها ربع ساعه ونص ساعه بس على ما اروق الدنيا هنا، تريح بس عشان نعرف نقطعها ونظبطها كده. بصوا بقى يا حبايبنا، صلوا على النبي. بصوا العجينه ما شاء الله خمت ازاي. بصوا الخميره البيضه تحفه. حلوه كده. ادي السمسم، فعشان يلزق نرشرشه بشويه ميه. بسم الله. بس كده. نعمل حبه بسمسم بس، وحبه نحط عليهم حبه البركه. الدنيا اتبهدلت. سمسم. بسم الله. نقطع بقى كده، ناخد حته حته. طبعا عشان العجينه ما تنشفش هغطيها بكيس. طبعا لازم يكون رفيع عشان لسه هيخمر تاني. وهروح شايله الطرف بتاعه علشان خاطر ما يبقاش ايه، معلوظ من الطرف. بس دي تحس انها رفيعه شويه، رفيعه قوي يا ولاد صح؟ ليه بقى البتونسه دي؟ لا هنطخنه شويه. طبعا العجينه اللي اتبقت مش نرميها. انتوا كده منه افردوا كده يا جدعان. بصوا الجمال بقى، هنقطع. بسم الله. حلو كده، ده القوام ده حلو كده. انا هعمله صغنن، خليه كده. اه حلو كده. بصوا حلو قوي اهو. واشيله على طول، شايفين اهو، وارص في الصاج بتاعي. بسم الله. ادي اهو. بص بقى كله في الصاج كده جنب بعضه، مع مراعاة المسافة بس مش كتير قوي. بنفس الطريقة قلتلك هعجنهم واركنهم كده على جنب. نعمل واحدة كمان بيهم. طبعا احنا بنحب البقسماط ما يكونش ولا رفيع قوي ولا تخين قوي، خلي الحموض الوسط. ايه رايكم كده؟ اهي جنبها على طول كده، ونقطع واللي يتجمع نجمعه. شايفين كده؟ هرص بقى كل البقسماط اللي هعمله. حلو كده اهو. خلص بقى الكميه كلها واوريها لكم بعد ما اخلص. بسم الله. كده خلصت. ده عملت بقى شويه صغيرين كده رفيعين على قد صفا. خمس دقايق واحطه في الفرن هنا بقى. بس اجي مامي، بقيت مامي، بقيت من ضمن المامي اهو، رسمي فهمي نظمي. وديها وجل شوف الموضوع بتاع مامي. انا مامي اهو. بصوا بقى هعمل اللي بال بحبه البركه وسمسم صغير زي ما انتم شايفين كده. نقطع واحده برده
بتقول لي بص بتقول لي المدرسه داخله بتقول لي تقول لي سوري، هي الميس تقول لها سوري انا هطلع ميتينها. لا انا بقول لك يا صفا هي ما بتعرفش صفا واخد طبيعتك انت بالظبط، بس هي بتحب اللي بالروحه بالهدوء. لا دي صفا صدفه فظيعه فظيعه، ما بتجيش بالعافيه يا شيخ، صدفه فظيعه من صغرها ما بتجيش بالعلم بالسياسه، صدفه فظيعه ملهاش مثيل والله. سوري ايه ترى سوري انا هطلع ميتينها، ترى مش عايزه تحيط لنا، ما بحبش البلس، ترى ما بتحبوش انت تناسبيه حليه وخلاص. حطيت الصاج في الفرن درجه حراره 180 مشغله من تحت بس، بيقعد تلت ساعه من تلت لنص على حسب. طبعا بما ان فرني عامل زي الباجور فمش هيكمل ربع ساعه وهتقوص سوا، فانا هحاول ايه افتح الباب عشان خاطر ايه يستوي ويدي مساحه ان هو يدي قرمشه كده، واخر 5 دقايق بنشغل الشوايه نحمر الوش بتاعه. كمل بقى الكميه دي كلها واوريكم في الاخر الكميه كلها هتطلع مني قد ايه بعد ما يستوي. شفتوا سهل ازاي؟ انا بقى واحد طويل واحد صغير مره على مره، انا ايدي بالظبط فيه اهو، بصوا مجراش حاجه يعني. هو البقسماط في الفرن ما بينزلكيش كله مقاس واحد، في فرن بيجي لك مقاس واحد بقى، عندهم مكنه تقطيع البقسماط زي مكنه تقطيع البسكويت كده، بتراك البسكويته او البقسماطه مقاس واحد. ضفت الميه اللي في السمسم، بص خد لزق ازاي. وهعمل كام واحده مدورين كده اللي هو اسمه محلب عشان انيسه صفا تلبسه غوايش في ايديها. نبص على الصف. الله بص بقى، بص بقى التخن بتاعه بقى حلو ازاي ومظبوط، شايفين ما شاء الله، شايفين السمك بتاعه حلو قوي كده، سيبه بقى براحته. ايوه كده حلو قوي بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى بصوا اهو نار نار. شغل بقى ايه حمر الوش. بسم الله شويه. سامعين؟ عملت الحبه دول كلهم لسه في صاج في الفرن. يا جماعه البقسماط خطير، بصوا جربوه، ممكن تعملوا من غير سمسم من غير حبه البركه براحتكم انتوا بقى. يا صدفه عندكم مثلا حساسيه من الدقيق ما بتحبوش الدقيق ده، ممكن تشيلوا كوبايه وتحطوا مكانها رده، او ممكن تعملوا الدقيق كله بعجين اللي هو الدقيق العجين كله بالدقيق الحبه الكامله والدقيق الاصفر. هعملكم في مره عشان تبقوا عارفين بجد ريحته حلوه قوي. الخميره البيره يا جماعه في المخبوزات خطيره خطيره خطيره، ريحتها حلوه دي حاجه. لا طعمه حلو حلو قوي. بصوا الجمال. وبقى الاحلام اللي انتوا عايزين تعملوا مدور مربع بحب ده في الاخر هيتاكل وبتفنى وشفا. لازم 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 تجربوها على ضمانتي، انا واثقه باذن الله انها هتعجبكم. هعمل لكم بقى التكسه بتاعت الفرن اللي هي فيها عجوه، واعمل لكم كمان الشريك والمانجا اونه وال، وعايزين اعمل لكم الصميد كمان، كل حاجه هعملها لكم ان شاء الله. اتمنى تجربوه يعجبكم، اشوفكم على خير بقى ان شاء الله، وباي باي. اسمعوا تمام؟ مش مايك شم بقى على الكلام. بص من جوه واحده